يا عساف. عساف تعال. تعال يا ولدي تعال. خلي يا عساف. اسمع يا عساف يا ولدي، انا ابغاك تصير رجال، ما ابغاك تلعب مع الصغار. ايه هذا عساف ولدي، ابغاك تصير رجال يا عساف. السلام عليكم. اليوم عندنا مسابقة ونشاط حركي، من اللي حاب يشارك؟ تعال يا صقر، تعال يا فهد، تعال يا عساف، اطلع يا ابراهيم. اسمع يا عساف، انا ابغاك تصير رجال مثل ما بدك، خلنا رجال. يا فهد يا صقر تفضل يا عساف. لا لا يا استاذ، انا ما اقدر اشارك، ما اقدر اشارك. ليش يا عساف؟ انا شايفك من كم يوم ما تشارك مع زملائك. ما فيني شيء يا استاذ، ما فيني شيء. 65 هنا هنا. عساف، وش قلت لك انا يا ولدي؟ ما اقول لك لا تلعب برامجها صغار. قم يلا مشينا يا مجارنا، قم مشينا عند عشاء يلا. ابشر ابشر. الله يبارك فيك يا ابو محمد، الله يبارك فيك. الا يا ابو محمد العيال وينهم؟ ما اشوفهم. والله يا ابو عساف صالح يلعب برا مع الصغيرين. اي واحمد طالعين طلاب متوسط اليوم رحله. ما شاء الله. اي ومحمد له كم يوم مع طلاب الجامعه رايحين مسافرين برا. ما هم مثل عساف ولدي. عساف ولدي رجال دايم يقول خذني المجالس ارجع. ولا ايش رايك؟ عساف دايم يقول خذني المجالس ارجع. الله يصلح الله يصلح.